من اللقطات كمان المهمه وجود زميلتنا هبه الاباصيري اللي موجوده في الحفله بتغطي الحفله. يا بختك يا هبه، ان شاء الله يعني باذن الله ترجع وتحكي لنا. اكيد انه كان في كواليس وكان في تفاصيل جميله جدا ومبهجه جدا، وكان في تحضيرات كتيره جدا سبقت الحفله دي، وكمان اهم الحوارات اللي دارت على جنب ما بين الاب واولاده هنعرفها منها ان شاء الله هبه الاباصيري لما ترجع. وكل سنه وانت طيبه يا هبه. من اللقطات المهمه كمان والحلوه يا منى برضو في الاحتفاليه وفاء سياده الرئيس السيسي بعهده ووعده كالعاده في اننا يكون معانا في احتفاليه السنه دي قادرون باختلاف من الدول العربيه، وده اللي حصل لما حضرت مريم من ذوي الهمه من الامارات الحفله وشكرت الرئيس السيسي على الوفاء بوعده. طلعي يلا بينا نشوف جزء كمان. فخامه الرئيس، السنه اللي فاتت كان معانا رحمه وكان ليها طلب عند سيادتك، استاذنك نفتكره مع بعض. ترى احتفاليتنا السنة الجاية ممكن يحضر فيها أصحابنا من قادرونا باختلاف من الوطن العربي والعالم كله؟ ممكن. انتم جهزوا وعدوا الدعوات واحنا نعمل الإجراءات كلها. ولأن سيادتك دايما بتوفي بوعدك فالنهاردة احنا معانا مريم جاية مخصوص عشان توجه كلمة لحضرتك. صباح الورد يا مريومة. سويدة عمري 11 سنة من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا اليوم سفيرة للطفل، أطمح أن أكون سفيرة لدولتي في المستقبل. أنا جاية أشكر حضرتك يا فخامة الرئيس على وجودنا أنا وإخواني من الدول العربية المختلفة عشان نشارك القادرون باختلاف في مصر باحتفاليتهم اليوم. وأنا حابة أقول أن مصر غالية على قلوبنا ونحبها أنا والشعب الإماراتي. يا مريومة انتي منورة مصر كلها، تفضلي بقى يا بطلة قدمي لنا الفقرة اللي جاية. الحين بنشوف القادرون باختلاف من مصر والدول العربية الأخرى في أغنية جدا جميلة مع الفنان أحمد سعد. بس استنى يا أحمد لما أرحب بمريم كويس بعد إذنك، يعني استنى يا أحمد. أولا يا مريم، يا مريم اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الامارات اللي موجودين النهارده وحتى اللي موجودين هناك. واحنا شكرا يا سياده الرئيس، نحن نحبك واحنا نحبك كتير. انا وشعب الامارات. ما شاء الله على الطفله مريم الجميله من الامارات الشقيقه، واحنا كمان نحبكم كتير جدا، نورتونا وشرفتونا وحفل جميل ومبدع.